يكون ممتازة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. لما عملت الفيديو اللي فات بديل الكلفة اللي هو المكونات اللي قدامنا دي، البطاطا والجزر وكان عليهم الكوسة، لكن النهاردة مفيش كوسة زي ما قلت لك، الكوسة غالية فمش هنشتغل بيها في الفترة دي. عملته لأني شفت ناس كتير بتدور على بدائل، فعلا الناس بتدور على بدائل، اللي بيدور في ناس على فيسبوك حتى قالت ان هو بياكل الحمام تراب الارض، قالوا ان الحمام بياكل تراب الارض، شوف وصلت بايه الحال، المربي وصل لايه ان عايز ياكل تراب الارض. ناس تانية قالك بياكل برسيم، واحد تاني صديقنا بياكل معلقه كلفه لكل فرد حمام في السلاكه. بعد غلاء الاسعار وغلاء الكلفه لازم ناكل الحمام كده بالعقل، كل واحد ياكل معلقه، دول جوز حمام تمام، كفايه معلقتين حلوين هم. ومره تانية طابخ للفراخ وللبط وبياكل الحمام برضو مع من اكل البط والفراخ. كنت طبخ شويه دشيش للفراخ تمام، قلت اما اخد شويه منهم اديهم للحمام اشوف هياكل ولا لا، ما شاء الله برضو اكل اهو، يعني برضو فكره برضو توفر برضو شويه في الكلفه. فاذا الناس محتاجه فعلا بدائل، لكن احنا بنعمل الموضوع ده للناس اللي عايزه توفر فعلا، الناس اللي عندها حمام كتير يا جماعه، اللي عنده جوزين، اللي عنده 3 5 4 10، ده مش لازم ان هو يوفر، هياكلهم ربنا يعينه، اللي عايز يجرب يجرب. والفيديو ده للناس، في ناس كانت عايزه تصفي الحمام، احنا عملنا الفيديو ده للناس اللي هي كانت زهقت من الحمام بسبب غلو الكلفه وعايزه تصفي الحمام. قبل ما نبدا الفيديو ارجوك اعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لمعظم المشاهدين. برضو ايه، هنشوف راي الناس وبرضو هقول لك على اضافه هنضيفها للكلفه دي، بس استنى معايا معلش شويه، هتشوف برضو راي الناس وهنستفاد جدا، هنستفاد كلنا من بعض. واحد بيقول يا عم مش هينفع تبقى وجبه اساسيه، وانا قلت له ان هي بالنهار طبعا وبالليل بناكل الكلفه العاديه. حد تاني قال ممكن نضيف عليها شعير مستنبت، مفيد جدا، حلو قوي، فكرة جميلة جدا الشعير المستنبت. طبعا الشعير ده محتاج ان انت هتعمله في مية، ممكن نبقى نقول فكرته في فيديو تاني، برضو هسيب لك صورة الشعير بيبقى شكله ايه الشعير المستنبت ده. حد تاني، ناس كتير مش واحد بس، ناس كتير سألت عن الاسهال، دي اكتر حاجة الناس سألت عليها عن الاسهالات. طيب انا برضو هوري لك، حاول كده نشوف على الارض زرق الحمام اهو، اهو جماعة الناس اللي سألت عن الاسهال، وبرضه هوري لك انتاج الحمام اللي هو الحمام الزاجل اهو، ده انت شايف ايه اهو، اهو يا جماعة دي انت ايه، انت شايف دي، دي لسه عاملة الحمامة اهو. بس للامانة عشان اقول لك على حاجة برضه، انا استخدمت الجزر والبطاطا والكوسة، لكن افضلهم البطاطا يا جماعة، البطاطا لانها فيها نشويات اكتر، البطاطا افضل حاجة في الحاجات دي كلها، فانت حاول بقدر الامكان تكتر البطاطا، هي اخر حاجة بطاطا عندي، فعشان كده يمكن انت تشوف الجزر اكتر. لكن هضيف عليها انا اضافة دلوقتي، استنانا هتشوف ان هضيف عليها ايه. حد قالني ان الاسهال ظروفه ايه، قلت له ان الاسهال الحمد لله ما فيش حاجة، وانا ما عملتش الفيديو ده غير ان انا بعد ما جربت لمدة اسبوعين، اكلت منه لمدة اسبوعين قبل ما ايه ما نشوف، هنشوف في نهاية الفيديو برضو انتاج الحمام اللي هو السايب اللي بياكل من دي. برضو حد بيسأل الزرق بتاعه لونه عادي ولا تغير، قلت له مفيش اي تغيير، وما تنساش ان انا باكل وجبة كلفة بالليل. هنا برضو حد مؤيد للفكرة بيقول جربتها من سنين، ممكن تخرط عليها برسيم ممتاز ومفيد اكتر من الكلفة. فعلا الحمام بياكل البرسيم، بس طبعا لازم يكون برسيم طري عشان تعرف تخرطه. حد تاني برضو بيقول دي اشتغالة ولا ايه، قلت له مش اشتغال، اجرب مش هتخسر حاجه. ثم طبعا رد عليا رد مش تمام، حذفت انا التعليق بتاعه. حد تاني بيسال يعني كده ناكل مرتين، قلت له ايوه، عشان لو اعطينا لخبطنا الوقت، فلنفرض انا لخبطت الكلفه هنا على ده، الحمام هيجي ياكل الكلفه ويسيب الخضار، فهي يبقى لازم تعمل تفصل ما بين الوجبتين، الخضار بالنهار، النهار الجو يكون مثلا دافي شويه عن الليل، فعادي ما تأكل الخضار بالنهار وتأكل الكلفة بالليل، لكن لو لخبطتهم الحمام هياكل الكلفة ويسيب لك الخضار. من بعد التجربة للأمانة البطاطا أفضل حاجة فيهم، لأن البطاطا ناشفة شوية مش فيها نفس كمية المية، فيها نشويات أكتر، وهي أقرب شيء تقول إيه للقمح أو لأكل الحمام. الفيديو اللي فات شفنا إنتاج الحمام اللحم في السلكات، النهاردة هوري لك إنتاج الحمام الزاجل اللي هو سايب في المكان كده، علشان برضو إيه الناس اللي هي شكة في الاسهالات وشكة في والله انتاج الحمام يا جماعة، هو احنا في موسم انتاج،
لكن هنقول بسم الله ما شاء الله. الحمام هوري لك برضو البيض، الحمام اللي لسه حاطط بيض جديد والحمام اللي رقد على بيض. لو شفنا هنشوف اهو حضرتك تلاحظ في الصفايح، هتلاقي هنا لو شفنا تحت هتلاقي في زغليل، هتلاقي هنا زغليل اهو. لو شفنا هنا اهو بيض، هنا برضو الحمام اهو رقد اهو ما شاء الله، تحته زغليل، هنا زغليل، شوف هنا رقد على حصى. انا هوري لك حته كده متر، الركن ده متر كده تشوف فيه ايه. هنا برضو رقد على حصى، هنا ما شاء الله زغليل، هنا ما شاء الله برضو زغليل، هنا رقد على حصى، هنا رقد اهو على حصى، هنا الركن ده برضو رقد على حصى، هنا لسه اول حصوايه برضو. الحمام الحمد لله الحمام شغال، الحمام السايب ده. لو الكلفه دي مأثرة معاه في حاجه، او الخضار ده مأثر معاه في حاجه، الحمام انتاجه هيتأثر، الحمام مش هيبيض بيضه زي ما بقول لك كده. الحمام لو دي مش عاجباه او مش مكفياه، الحمام مش هيبيض لك بيضه واحده بس، جزر وبطاطا كان فيها كوسه قبل كده. المهم انت تجيب الشيء الرخيص في الموسم بتاعه. انا هضيف عليها النهارده برضو حاجه لسه ما ضفتهاش قبل كده، وانا قلت لك عليها المره اللي فاتت، شايف علف الكتاكيت اللي هو الهيرمان 23%، علشان برضو نعطيها طعم والحمام يحب يجي ياكلها، وفي نفس الوقت هيستفاد بالبروتين اللي في العليقه. يعني لو كميه 2 كيلو كده هتضيف عليها، ضيف عليها ربع كيلو من العلف ده بس، ادعكها كويس جدا لان الحمام هينقي العلف وهيسيب لك الجزر والبطاطا. هخلطهم في بعض كده وسيب الحمام ياكل منهم. وما تنساش ان انا باكل الكلفه بتاعتنا بالليل، احط الكلفه بتاعتنا العاديه بالليل، ده نص الوجبه بالنهار ونص التاني بالليل، الكلفه العاديه دي علشان تدفي الحمام. وبالهنا والشفاء ان شاء الله، ويا رب كده اللي يستفاد من الموضوع يقول لنا، واللي عنده اي اضافه ممكن تضاف عليها هو جربها يكتب لنا عليها في التعليقات زي اللي قال مستنبت الشعير. فكره كويسه جدا لكن طبعا تنفيذها صعب شويه. واللي قال برضو تأخرت عليها برسيم، هنجرب كل الحاجات ده يا جماعه مع بعض، واللي يجرب حاجه يقول لنا. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.